مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه يعني انا سعيد جدا 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 النهارده لاسباب كتير جدا. انا عملت الندوه دي بتلكك عشان اشوف اشرف مفيد صديقي بقاله يجي 30 سنه ما شفتوش. لا هم احنا بقالنا سنه بس ما استقبلناش. اشرف احنا اصدقاء من 30 سنه ويعني صداقه عمر يعني. كان كويس المدام هتنبسط. لا الحاجة الثانية الحقيقة انه لاول مرة حضراتكم اغلب اللي موجودين قدامنا النهاردة اول مرة يحضروا الصالون. احنا صالون ذاكرة الوطن بنعمله بقالنا 15 سنة مع وزارة الثقافة وبنعمله في المكان ده. احنا كنا بدأنا في قصر الامير طاز وبعدين رحنا بيت السحيمي في الحسين والازهر وبعدين في الحسين وبعدين جينا هنا بقالنا تقريبا 14 سنة متواصلة بنعمل الصالون في المكان ده. الحاجة الثالثة انه دي مش سعيدة قوي بقى لانه احنا بنعمل الصالون في قاعة تحت مكيفة ورائعة الحقيقة. من حسن الحظ انه المركز بيعاد تطويره بشكل كامل الحقيقة. ف يعني الدكتورة غادة مدير المركز يعني قالت نعمل المسألة في أو الصالون في الهواء الطلق. هم عملوا ندوة نادي القصة الأسبوع اللي فات وكانت رائعة جدا الحقيقة. النهاردة الحقيقة أنا اخترت إن احنا نتكلم في موضوعين مش موضوع واحد. موضوعين بضيف واحد أنا هتكلم في نص الموضوع وأستاذ أشرف هيتكلم في أغلب الموضوع. احنا في 30 يونيو عندنا حاجات كتير في 30 يونيو الحقيقه احيانا بننساها. احنا طبعا فاكرين 30 يونيو 2013 كل الناس والدوله بتحتفل بشكل كبير جدا ب 30 يونيو 2013 لكن عندنا 30 يونيو 67 دي معركه راس العش ودي حاجه من اعظم انجازات الجيش المصري في العصر الحديث. وعندنا 30 يونيو 70 الانتهاء من حائط الصواريخ. وحائط الصواريخ ده اول حرب إلكترونية في الكون عملها المصريين في 73 من خلال حائط الصواريخ. فهنتكلم النهاردة شوية عن حائط الصواريخ وبعدين نربط بينها بقى لأن أنا عملت عنوان الصالون الشهر ده صواريخ الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كمان لسه من 3 أيام بس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش قايل تصريح في منتهى الخطورة الحية. قال إن الذكاء الاصطناعي أخطر من الحرب النووية. والراجل مشكورا قام بتشكيل لجنه على اعلى مستوى منها اعضاء من اليونسكو كبار يعني مع اعضاء من الامم المتحده بحيث انه يدرس ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي. انا بتكلم مع صديقي العزيز استاذ اشرف قبل ما نيجي لحضراتكم قال لي كلام شديد يعني مرعب كمان يعني فبقول له هل يقدروا يوصلوا للحقيبه النوويه بتاعت بايدن وبوتين؟ فقال يعني مش دلوقتي لكن احتمال. فاحنا مع موضوع مهم جدا وهو موضوع الذكاء الاصطناعي وموضوع مهم جدا هو حائط الصواريخ. احنا تعودنا في الصالون هنا على مدى 15 سنه اللي فاتت ان احنا بنتكلم بنحاول نمحو الاميه الوطنيه. بنحاول نقاوم تجريف الوعي الوطني انه في حاله من حالات تجريف الوعي الوطني طوال السنوات الماضيه فبنحاول بنجيب معانا طول الوقت ابطال حرب في الاستنزاف وحرب في اكتوبر وبنتكلم عن ثوره يوليو انجازات ثوره يوليو وعن عبد الناصر وعن يعني بنتكلم على حاجات عظيمه جدا. لما بيحضر معانا شباب صغير بيبقى سعداء قوي انه الشباب بيبقى بنذكرهم بتاريخهم اللي للاسف شديد ما بقاش موجود في الكتب بتاعتهم اللي بيدرسوها في المدرسه. احنا اجيالنا واحنا كلنا من الشباب الكويس يعني اللي حاضرين كلنا درسنا تاريخ مصر وتاريخ العرب وتاريخ العالم ودرسنا جغرافية مصر وجغرافية العرب وجغرافية العالم. للأسف الشديد دلوقتي ما تمسكوا كتب التاريخ تلاقوا الأحداث المهمة جدا في تاريخنا ما يعني مجرد سطر أو سطرين أو حاجة. الجغرافيا شالوها وحطوا مادة اسمها الدراسات الاجتماعية حاجة عبارة عن شوية حواوش كده ما تعرفوش هم يعني هي إيه. الجغرافيا دي الجغرافيا الطبيعيه والجغرافيا البشريه والجغرافيا السياسيه والجغرافيا يعني مساله والجغرافيا الزراعيه في عشرات الانواع من الجغرافيا. اللي ما يعرفش جغرافيا ما يعرفش تاريخ واللي ما يعرفش تاريخ ما يعرفش جغرافيا لان التاريخ هو تطبيق البشر على الجغرافيا. والجغرافيا والتاريخ امن قومي. احنا يعني في عندنا شويه حاجات هنتكلم فيها بعدين.
انا هتكلم شويه صغيره قوي 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 عن حادث الصواريخ، واحنا في انتظار وصول الصديق العزيز احمد حسن. اهلا بنت فهيد احمد حسن، احد ابطال الدفاع الجوي في حرب اكتوبر، احد شهداء. طب طبعا اكيد طب طبعا استاذ محمود طبعا صديقي العزيز طبعا. انا عامل ازمه دي مش تعمل ازمه. احنا حضراتكم عارفين طبعا انه المؤامره بتاعت 5 يونيو 67 وحصل في كلام طبعا احنا قلناه هنا كتير قوي، لكن بعد كده نبقى نقدر نقوله في ندوات تانية. بقى زي ما قلت لحضراتكم في 30 يونيو 67 الجيش المصري عمل اللي لا يمكن اللي ما اتعملش قبل كده واللي مش هتعمل بعد كده. فكرة انه جيش يقوم من الكبوة للمقاومة في 20 يوم دي مسألة يعني اعتقد ان في وجهة نظر انها مستحيل. انه عبد الناصر غير قيادات القوات المسلحة يوم 11 يونيو، راس العش كانت 30 يونيو. ايه راس العش دي؟ دي مكان قبل بورسعيد بحوالي 25 كيلو تقريبا، والصهاينة كانوا جايين من انطرة غرب بعد ما احتلوها رايحين يحتلوا بور فؤاد. اشمعنى بور فؤاد؟ بور فؤاد جغرافيا تبع تبع سينا، جزء من سينا، لكن هي اداريا تبع بورسعيد. فعشان يسيطر على كامل الشاطئ الشرق الغربي للشرق القناة لازم يحتل بور فؤاد. 28-30 شاب من الصعقه المصريه، انت بقى مسك الميكروفون انت بعد قدروا يعبروا انا صوتي احلى من كده، فانا تعرف انا عشان 28-30 بطل من ابطال الصاعقه كتيبه اسمها 43 عدوا دمروا 12 دبابه وقتلوا واصابوا كل اللي كانوا موجودين فيهم، ورجع الصهاينه ما وصلوش بور فؤاد. فضلت بور فؤاد طول الوقت محرره. من اللحظه دي بدات حرب الزنزانه، حرب الزنزانه اللي استمرت 1041 يوم، واتعمل فيها 4400 عمليه. الجيش المصري عمل 4400 عمليه، منهم بعض العمليات اللي بتدرس لحد النهارده وانا قاعد مع حضراتكم في الاكاديميات العسكريه، زي تدمير مدمره ايلات 21 اكتوبر 67، زي دخول ميناء ايلات 5 مرات، زي دخول مطار الطور، زي عمليه لسان التمساح، عمليه سان بورتوفيق، يعني عمليات كتيره الحقيقه.